الناس بيبعت ويستقبل في نفس الوقت زي البشر عادي، انت بتستقبل وبتتكلم وبتستقبل كلام صاحبك في نفس الوقت، ترد عليه في نفس الوقت وهو بيسمعك ويرد عليك في نفس الوقت. الحاله دي بيسموها باي دايركشنال داتا فلو ان ذا سيم كونكشن، يعني في نفس الكونكشن في اتصال، في ارسال بيانات في الاتجاهين باي دايركشنال. وفي حاجه بالتالي هنا اصبح عندنا حاجه اسمها الماكسيمم سيجمنت سايز. احنا عارفين ان الرساله بتاعه الابلكيشن بتتقطع لمجموعه من الباكتس، كل باكت بتحط عليها ترانسبورت هيدر وبتسمى في الحاله دي ترانسبورت سيجمنت، سواء كانت يو دي بي سيجمنت او كانت تي سي بي سيجمنت. في حاله التي سي بي بيبقى السيجمنت ليها ماكسيمم سايز، ماكسيمم سيجمنت سايز يعني ماكسيمم تي سي بي سيجمنت سايز، يعني السيجمنت سايز بيتراوح ما بين مينيمم وبين ماكسيمم. تمام، هنشوف الحاجات دي بالتفصيل دلوقتي بعد كام سلايد. في خاصيه ثانيه بقى، اول خاصيه قلنا بوينت تو بوينت ريليابل داتا ترانسفير، يعني اوردر وذاوت ايرور وذاوت لوس. تمام، في حاجه ثانيه اسمها كوميوليتيف اكنولجمنت، ان انا ممكن ابعت اكتر من سيجمنت واخد اكنولجمنت مجمعه عليهم كلهم، اكنولجمنت تراكميه، مش اخد اكنولجمنت على كل واحد، يعني مش كل سيجمنت ابعتها استنى يقول لي وصلت ولا ما وصلتش الريسيفر، لا انا ممكن ابعت له شويه سيجمنتس كتيره جدا تي سي بي وهو يرد عليا باكنولجمنت واحده بس، وافهم ان الاكنولجمنت دي ان هي دي بتؤكد وصول كل السابق ليها من عند الريسيفر. بايب لايننج نفس الفكره، لما انا هبعت اكتر من سيجمنت ورا بعض، ففي فكره البايب لايننج زي ما انتم خدتوا في الاوبريتنج سيستم موضوع البايب لايننج، ان انا عندي هنا اكتر من حاجه بتبعت مع بعض. تمام، كونكشن اورينتد طبعا عشان خاطر يعمل لك ريلابيليتي، عشان يعمل لك ان اوردر دليفري لازم يعمل حاجه اسمها الكونكشن اورينتد، لازم يكون كونكشن اورينتد. كونكشن اورينتد بمعنى انه لازم يحصل سيت اب للكونكشن قبل الارسال، ما فيش حاجه اسمها انا ابعت للتي سي بي ريسيفر على ان سيستم الناحيه الثانيه والريسيفر ده مش جاهز ان هو يستقبل مني، لا لازم اول حاجه يحصل كونكشن سيت اب، وهناخد الكلام ده بالتفصيل. وبالتالي بيسموه كونكشن اورينتد، كونكشن اورينتد يعني بيحصل كونكشن سيت اب وكونكشن او بيسموه كونكشن استابليشمنت وكونكشن ايه اند يعني او فاينلايزنج او فينيشنج يعني اللي هو انهاء الكونكشن. تمام، وبالتالي ده بيتم عن طريق حاجه اسمها الهاند شيكينج، زي فكره البشر لما يكلموا بعض، الهاند شيكينج اللي هو التحيه او السلام الاول وبعد كده يبتدي يكلموا بعض ويدخلوا في الكوميونيكيشن في الاتصال. وفي فلو كنترول، يبقى لازم كمان الريسيفر ما يقعدش يستقبل الداتا، التي سي بي ريسيفر ما يستقبلش داتا اكتر من طاقته، اكتر من البفر اللي عنده بيستوعبها، وبالتالي في فلو كنترول. وفي كونجشن كنترول برضه بحيث ان النتورك بصفه عامه ما يحصلش فيها كونجشن نتيجه ايه الارسال الكتير جدا من كل التي سي بي سندرز الموجودين في الانترنت كلهم. تمام، والخصائص دي هناخدها بالتفصيل واحده واحده. هنتكلم اول حاجه على كونكشن اورينتد تي سي بي. كونكشن اورينتد تي سي بي، انا عندي هنا التي سي بي، طبعا هناخد اول حاجه السيجمنت ستراكشر. احنا زي ما عارفين اليو دي بي، شفنا من المره اللي فاتت الاستراكشر او الفورمات بتاعه السيجمنت بتاعه اليو دي بي، هنشوف السيجمنت بتاع التي سي بي الاستراكشر بتاعها ايه. وزي ما بنقول محدش يحفظ رسومات، احنا بس دي لمجرد المعرفه ان السيجمنت بتاعت التي سي بي هيكون في اول حاجه 16 بت او 2 بايت، يعني سورس بورت. احنا عارفين ان كل بروسيس، يعني كل ابلكيشن معمول له راننج حاليا بواسطه الاوبريتنج سيستم ومتحمل في الرام، فكل يعني كل بروسيس، مثلا بروسيس واتس، بروسيس براوزر من اي نوع براوزر، بروسيس سكايب، اي بروسيس يعني ليها بورت. البورت ده هو الادرس بتاعها كسوكت، كالسوكت اللي هو بيجيب لها الداتا الخاصه بيها هي. تمام، يعني زي ما قلنا الاند سيستم بيكون فاتح اكتر من الابلكيشن على الانترنت، فالابلكيشنز دي كلها جايه لها داتا عن طريق بي سي بي لاير، تي سي بي ترانسبورت لاير عن طريق تي سي بي بروتوكول واليو دي بي بروتوكول بس. كل وبالتالي عشان اميز ان الداتا دي بتاعت الواتس، الداتا دي بتاعت التليجرام، الداتا دي بتاعت السكايب، يبقى كل ابلكيشن او كل بروسيس قصدي ليها ايه؟ ليها بورت نمبر اللي هو بسميه السوكت اللي بتستقبل عليه الداتا الجايه لها، الجايه لها هي على الاند سيستم او على الهوست، يعني على الماشين يعني. فانا عندي 2 بايت سورس بورت، يعني رقم السندر، البروسيس اللي هي السندر بروسيس، والريسيفر بروسيس اللي هي الديستريشن بورت بتاعها على الناحيه الثانيه عند الاند سيستم، عند الناحيه الثانيه. تمام،
يبقى 2 بايت 2 بايت. عندنا بعد كده السيكونس نمبر ده هنشوف استخداماته ايه بعد شويه، اللي هو موضوع ريلايبل داتا ترانسفير اللي هو السيكونس نمبر، هو لازم يتابع هل الداتا وصلت ولا ما وصلتش. تمام، السيكونس نمبر ده بيقول الرقم البايت اللي هتتبعت، رقم الاول بايت في الستريم في المسج، يعني المسج عند اللي عندك السيجمنت فيها جزء الداتا اللي هو تحت ده، ده جزء الداتا بتاعت الداتا. كل ده هيدر على فكره، اللي فوق ده كله هيدر، الهيدر اللي بتحط على الباكت ويعمل لي التي سي بي سيجمنت على بعض، فده كله هيدر. الداتا او البي لود بتاعت التي سي بي سيجمنت اللي هو الجزء ده للداتا بتاعت الابلكيشن نفسه، تمام، اللي هي الباكت، يعني الباكت بتاعت الرساله بتاعت الابلكيشن. فهنا عندنا في عندي سيكونس نمبر بيقول لي رقم اول بايت في الرساله، اول بايت في الرساله في السيجمنت دي، رقم البايت ده رقم البايت ده رقم كام في الرساله، لانه عارفين الرساله مقطعه مش مجموعه باكتس، الواحد عليها هيدر. تمام، في بعد كده الاكنولجمنت نمبر هناخدها بالتفصيل الحاجات دي، اللي هو لما الريسيفر رد عليا يقول لي انا استقبلت البايت رقم كام من عندك، فبالتالي كسندر اتاكد ان السيجمنت دي وصلت او ما وصلتش. تمام، هناخدها بالتفصيل. وبالتالي في حاجه كمان بتميز، هل السيجمنت المرسله هي سيجمنت فيها ديتا من السندر ولا سيجمنت فيها اكنولجمنت من الريسيفر؟ ده عن طريق الفيلد ده، عباره عن 1 بت 1 بت بت واحده دي معناها البت دي لو كانت اون وكانت معمول لها سيت بواحد، يبقى دي معناها ان السيجمنت دي اكنولجمنت، هي مش بتحمل ديتا، هي بتاكنولج بتؤكد وصول رساله سيجمنت سابقه ولا من السندر. لو كانت زيرو معمول لها ريسيت، فمعنى ذلك ان هي ايه، ان هي دي لا دي مش اكنولجمنت، دي سيجمنت شايله ديتا رايحه الداتا، مش اكنولجمنت، مش تقرير وصول، يعني مش تاكيد وصول. طيب، ودي زي ما قلنا دي الابلكيشن ديتا، الداتا دي بتاعت اللي هو بعت الرساله بتاعته. تمام، الداتا سنت باي ابلكيشن انتو تي سي بي سوكت. وبعد كده عندنا مين تاني؟ عندنا التشيك سام، وده شفناه في اليو دي بي. التشيك سام ده حاجه يعني حاجه بسيطه جدا عشان خاطر يتاكدوا ان السيجمنت ما حصلش فيه ايرور اثناء ما ماشيه في النتورك. تمام، في سؤال اتفضل. هو لو حصل ايرور بقى اثناء الترانسميشن والاي دي اتقلبت مثلا يعني حصل انها اتقلبت، ممكن التشيك سام هنا يكتشف الموضوع ده. التشيك سام بيتحسب برده على الهيدر، بيدخل معاك الهيدر في الحسابات بتاعته. تمام، هنا اكتشف انه في ايرور. تمام، احنا شفنا التشيك سام في اليو دي بي كان سيمبل خالص، هنا التشيك سام شويه بس هو ما اتشرحش التشيك سام في الكتاب طريقه شغال ازاي، بس هو هنا في التي سي بي في يعني في نقول تعقيد اكتر شويه بحيث ان هو يكتشف لو في ايرورز افضل يعني. بعد كده في اوبشنز، دي فاريبل، دي اوبشنز خاصه بالتي سي بي اوبريشن. تمام، حاجات ما تتحفظش بس تتعرف معرفه ان احنا عندنا البيلود او بتاعه الابلكيشن اللي هو رساله الابلكيشن للباكت بتاعه الابلكيشن هي الجزء ده، عندنا السورس بورت والديستنيشن بورت اللي هو ده بتاع السندر تي سي بي وده الريسيفر تي سي بي، عندنا السيكونس نمبر ده بيقول رقم دي البايت رقم السيجمنت دي اول بايت فيها هي البايت رقم كام في الرساله كلها على بعض. تمام، المانجمنت نمبر ده رقم اللي بيقول اللي هو دي لو كارت جايه من الريسيفر بقى السيجمنت دي مبعوثه من الريسيفر بيقول انا مستعد استقبل البايت رقم كام. على فكره هنا في الاكنولجمنت هو بيقول مش بيقول رقم البايت اللي هو استقبلها، هو بيقول رقم البايت اللي هو جاهز يستقبلها. فلو قال لك ان انا جاهز استقبل بايت رقم 100 تعرف ان 99 بايت اللي قبلهم وصلوا. تمام، وبعد كده في عندنا ده الجزء ده الهيدر، خلي بالكم يا جماعه الهيدر ده بتاع التي سي بي فاريبل متغير، بمعنى انه اقل حاجه يكون 20 بايت، اقل حاجه يكون 20 بايت، واكبر حاجه يكون 60 بايت. وبالتالي زي ما قلنا من شويه كان في حاجه اسمها الماكسيمم سيجمنت. تمام، الماكسيمم سيجمنت سايز بمعنى ان السيجمنت بتاع التي سي بي ممكن تكون الهيدر فيها 20 بايت، اقل حاجه ممكن تكون الهيدر بتاعها 60 بايت، وعلى حسب كمان الابلكيشن ديتا قد ايه، حسب الابلكيشن ديتا قد ايه الباكت بتاعت الابلكيشن. في الحاله دي وبالتالي السيجمنت بتكون متغيره السايز بتاعها، عشان كده ليها ماكسيمم وليها ليها ماكسيمم ما تزيدش عنه بس. تمام، هنا عندنا ده اللينس بتاع الهيدر، بقول لك الهيدر ده هل هو 20 ولا 60 ولا ما بينهم في النص ما بينهم على حسب الفيلدز اللي فيه. في بعد كده شويه بيتس برضو مستقله كفلاج، فلاج بيقول هل بيت خاصه بالريسيت